دوالي القدمين هي شعيرات دموية صغيرة تظهر تحت الجلد، تكون حمراء رفيعة أو خطوط زرقاء أو بنفسجية متعرجة. على الرغم من ظهور تلك الشبكة العنكبوتية، فهذا لا يعني أنها مشكلة صحية خطيرة، إلا أنها قد تسبب بألم وثقل في الساقين، خصوصا بعد الوقوف لفترات طويلة. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور وائل ريشان، أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتور. دكتور، يمكن مشكلة الدوالي مشكلة شائعة، يمكن عند النساء أكثر، يعاني منها كثير من النساء. نسمع مؤخرا عن كثير من العلاجات، ناس يقولوا إبر، جراحة، مساجات، أشياء متنوعة. صحيح. لكن ما مدى فاعلية هذه الأمور فعلا في أنها تخفف من مشكلة الدوالي؟ صحيح. مرض دوالي الساقين أو الطرفين السفليين هو شائع، وآخر الدراسات بتقول أنه 60% من النساء اللي عمرهم فوق 60 سنة عندهم دوالي. إذن هو مرض منتشر بكثرة. الدوالي تقسم إلى قسمين. هالدوالي اللي حكيته عنها هي عبارة عن توسعات وريدية تحت الأدمة أو الشبكة العنكبوتية، هي ما أنا فعلا دوالي، إنما مشكلتهم هي تجميلية أكثر. أما الدوالي الحقيقية تقسم إلى أربع مراحل أو أربع كاتيجوري. في عندنا مثلا الدوالي درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. الدرجة الأولى علاجها محافظ، عبارة عن علاج بالأدوية وبالتعليمات وشوية رياضة ولبس الجوارب الطبية. أما الدرجة الرابعة اللي هي الدوالي اللي بنشوفها تقريبا مثل الحبال الصغيرة بالطرفين السفليين، وهي درجة متقدمة جدا، يفضل في هذه الحالة إجراء الجراحة. طبعا صار عندنا خيار كتير كبير نحن في علاج دوالي الطرفين السفليين. فينا نحن نستخدم التصليب. التصليب يتم إما عن طريق الإبر، هذا يستخدم من بحالة الأوردة الصغيرة والمتوسطة، وفي عنا الليزر الجلدي الخارجي اللي كان في له صورة، فهذا الليزر نحن فينا نطبقه من 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 خارج الجلد على الدوالي. وفي عنا لسه أجهزة حديثة جدا، مثل هون مثلا هذا الليزر الخارجي. في عنا قديش بيعالج الليزر هذا؟ هذا بيعالج الأوردة الصغيرة والأوردة يعني تجميليا أكثر منه علاجيا بصراحة. بس يعالجها يعالج 100% يعني ترو؟ يعني تقريبا 100%، 99%. أوكي. عم يعطي نتائج ممتازة. جميل. لكن في عنا أجهزة ثانية اللي هي نحن بنعالج فيها دوالي الدرجة الثالثة، حيث ندخل نحن بلمعة الوريد بقساطر. هالقساطر يطبق عليها مثل أجهزة الراديو فريكانسي أو أجهزة الليزر، يتم تخريب بطانة الوريد من الأعلى إلى الأسفل. فهذا الوريد بعد ما تخرب بطانته ينكمش ويغلق وتقريبا يزول. هون هالطرق الحديثة اللي دخلت على الجراحة مؤخرا ما بتتطلب استشفاء، يعني المريض لا يفوت بيساوي العملية خلال نصف ساعة أو ساعة ماكسيموم وبيتخرج. نتائج إجراء العمليات على الدوالي، إن كان تصليب وإن كان بالأجهزة الحديثة وإن كان بالجراحة، هي نتائج جيدة جدا إلى ممتازة. يجب دوما اختيار الطريقة الملائمة لكل نوع من الدوالي. جميل. طيب دكتور، ما أعرف، يقولوا الوقفة الكثير أحد أهم أسباب الدوالي. ناس يقولوا لا، ممكن تكون عوامل وراثية. بالضبط. أسباب الدوالي كثيرة. أهم شيء هو العامل الوراثي، وفي عنا النساء تصاب أكثر من الرجال للأسف، وهذا بسبب تعدد الولادات. الطقس الحار كمان هذا عامل مساعد. الوقوف الطويل والجلوس الطويل، فبعض المهن مثلا كأطباء وممرضين وحلاقين بيصابوا بالدوالي أكثر من غيرهم. نفس الشيء جلوس طويل عند الموظفين أو عند ذوي المهن المكتبية، كمان هذا بيؤدي يعني حتى الجلوس الطويل مش بس الوقوف. يفضل يعني كل فترة أن الموظف يمشي، يعني يأخذ له مثلا مشي في كل ساعة ساعة ونص، لازم يمشي 5 دقائق 10 دقائق يحرك. طب جميل. يعني أنا ودي أعرف بالنسبة للدوالي لما تحصل، يعني إيش أسبابها بالضبط؟ إيش اللي بيحصل أو إيش اللي بيحصل بالضبط في الدم؟ يعني بيتوقف مثلا؟ الدوالي هي عبارة عن توسع بالأوردة، يصبح توسع غير طبيعي ويصبح توسع مرضي.
هالتوسع له درجات مثل ما حكينا. الطرفين السفليين فيهم شبكتين من الأوردة، شبكة سطحية وشبكة عميقة. أي. الشبكة السطحية بتنقل 10% من الدم من أسفل القدمين حتى جزر الفخذ أو عند أسفل البطن. هذه الشبكة السطحية هي التي تصاب بالدوالي. لحسن الحظ أنه هي اللي تصاب. أن أما الشبكة العميقة اللي هي بتنقل 90% من الدم فهي لا تصاب بالدوالي. يعني تخثر نقدر نقول؟ لا، في لا، هو عبارة عن توسع بالأوردة. الأوردة فيها صمامات تسمح بمرور الدم من الأسفل إلى الأعلى. في حال تخرب هالصمامات هي بصير الدم يتراكم بالأوردة وتأخذ بالتوسع، لأنه جدار الوريد جدار لين فيأخذ بالتوسع مع الوقت. جميل. فمشان هيك الدوالي يجب علاجها، لأنه كل ما تطورت كل ما بتؤدي إلى آلام وإلى شعور بثقل بالطرفين السفليين وشعور بعدم الراحة، وهي مشكلة فعلا عم يعاني منها كثير، يعني بنشوفها بحياتنا اليومية يوميا. طب دكتور، بعد عملية العلاج كثير من الأحيان في بعض الحالات تعود الدوالي مجددا بعد علاجها، إن كان بجراحة أو بالليزر أو بالإبر، ليش الدوالي بترجع زي ما كانت؟ صحيح. هلا عندما مثلا في عنا مشكلة بالوريد الصافن الأنسي ولم يستأصل الوريد الصافن الأنسي، عولج بطريقة مثلا غير مناسبة، قد يؤدي هالشيء إلى حدوث حالات نكس بالمستقبل بعد 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات. فدوما وجود العوامل المسببة للدوالي إذا ظلت موجودة رح يصير في عنا حالات نكس للأسف الشديد. فكل إنسان بيساوي عملية دوالي طرفين سفليين أو بيعالجها، نحن بننصح معلش خليه يتبع طريقة معينة بالحياة، انه يتابع لبس الجوارب الطبية، يتجنب الوقوف الطويل والجلوس الطويل، المشي مفيد جدا بالنسبة له، يعني البدين لازم يحاول يخفف وزنه، الرياضة مفيدة جدا كمان بالنسبة له. يعني اذا ما انتبه على تعليمات معينة ممكن تنتكس وترجع. انا بتمنى انه كل مريض سوى علاج باي علاج كان جراحي او بالاجهزة الحديثة او بالتصليب، انه يتابع حياة خاصة فيه، يعني يتابع التعليمات الطبية اللي احنا بنعطيها. جميل. دكتور، يمكن نقطتين أساسية نبغى نطرق عليها سريعا. هل الدوالي عند الرجال تختلف عند النساء؟ والنقطة الثانية، يعني ما علاقة الدوالي بموضوع جراحة القلب؟ اوكي. هلا الرجال إصابتهم بشكل عام أقل من النساء، وبشكل عام انه اوردة النساء هي اكثر هشاشية، يعني هشة اكثر وتصاب يعني عند الرجال بتكون اخف شوي، وحتى الاوردة بتكون اقوى قليلا، انما عند النساء بتكون هي. اما علاقة جراحة القلب بالدوالي، نحن بنتمنى من كل جراح بيساوي عمل جراحي للطرفين السفليين انه ما يستأصل كامل اوردة الصافن، لانه هذا المريض بعد 10 أو 15 أو 20 سنة نحتاج عملية قلب مفتوح، أو احتاج لعملية إسعافية زرع شرايين بعد حادث سير مثلا أو بعد أي حادث ثاني. نحن كتير بهمنا نلاقي قطعة من الوريد الصافن لنقدر نزرعه بالقلب على شكل مجازات إكليلية، أو نزرعه بالطرفين السفليين. طب إيش الحل في هذه الحالة؟ إيش المفروض يعمل الطبيب؟ المفروض أنه نحن لما نقوم بعلاج الطرفين السفليين بشكل كامل، أنه نترك قسم من الوريد الصافن حتى الأقل مرضا طبعا. نحن بعد ما نسوي فحوصات اللي هي فحوصات الالتراساوند، الايكو دوبلر او تصوير ظليل للأوردة، نترك افضل قسم من هذا الوريد. يعني مثلا نحن عندنا ساقين وعندنا فخذين، على الاقل نترك على الاقل اما وريد في احد الساقين او احد الفخذين، حتى نسمح مثل ما بنقول نحن انه هذا احتياطي للمستقبل، اذا لا سمح الله احتاج عمليه قلب او احتاج عمليه زرع شرايين بسرعه او ب للمشاهد المصاب الآن بالدوالي، رسالة سريعة في 10 ثواني. رسالة سريعة، لازم يراجع الطبيب بشكل دوري. الجوارب الطبية مفيدة جدا، تخفيف الوزن، لازم يمارس شوي رياضة، تجنب الوقوف الطويل والجلوس الطويل، هدول أهم شيء. شكرا لك الدكتور وائل ريشان، أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية، شكرا لتواجدك معنا. شكرا.